جابوله أغرب هدية ممكن تتهدى في فرح شعبي، عمل رد فعل محدش يتوقعه، وبقت الفرحة فرحتين. الرقاصة كانت طمعانة في الهدية لنفسها، والرد عليها مفاجأة. المعازيم تابعوا اللي بيحصل ومش هتصدق عملوا إيه. دي كواليس فرح شعبي غنى فيه رضا البحراوي ورقصت فيه ليندا. مين اللي جابوله الهدية؟ يا ترى إيه اللي حصل في الفرح؟ هي إيه كواليسه اللي محدش يتخيلها؟ كل التفاصيل والأسرار دي هقول لكم عليها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. في واحد من الأفراح الشعبية اللي بتبقى مليانة مفاجآت، حصلت حاجة غريبة محدش كان يتوقعها. فرح كان معمول في الشارع ورضا البحراوي هو اللي بيغني فيه، والحفلة كانت مشعللة بالأغاني والمزيكا، بس المفاجأة الكبيرة ما كانتش في الغنى، كانت في الهدية اللي جابوها لنجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي. في نص الفرح فجأة المعازيم لقوا إن في علبة قطيفة فخمة بتتقدم. كل العيون كانت مركزة على الهدية دي، عاوزين يعرفوا إيه اللي بيحصل. واللي جاب الهدية دي ما كانش أي حد عادي، ده كان رجل الأعمال حلم القرش ومعاه تاجر الذهب المعروف فانوس. الاتنين اتفقوا مع بعض على إنهم يعملوا مفاجأة كبيرة لرضا البحراوي ويجيبوا له هدية محدش يتخيلها. الهدية كانت عقد ذهب كبير وفيه دلاية ضخمة، حاجة كده تخلي أي حد يحس بالعظمة وهو لابسها. طبعاً هم عارفين رضا البحراوي بيحب إيه، وهو بيلبس ذهب أصلاً وعنده منها إكسسوارات كتير، كانت طبيعي تبقى دي الهدية اللي تليق بيه في ليلة زي دي. المعازيم كانوا في حالة من الترقب، مستنيين يشوفوا رد فعل رضا البحراوي، وهنا حصلت أول مفاجأة. الرقاصة ليندا اللي كانت موجودة في الفرح بتحييه وبتقدم فقرات رقص، شافت الهدية وعجبتها جدا، وهي شايفة رجل الأعمال بيديله الهدية قامت شاورت له وقالت دي ليا دي ليا. الكل كان مستغرب من جرأتها وطمعها في الهدية. الفرح كان مليان بالمعازيم اللي كانوا متحمسين جدا وبيتابعوا كل حاجة بتحصل. لما شافوا الهدية بدأوا يهتفوا بحماس، وكانت الفرحة باينة على وشوشهم، ورضا البحراوي كان بيغني والناس بترقص على أغانيه الشعبية المعروفة اللي بترقص الكل. تاجر المجوهرات فانوس اللي جاب الهدية مع رجل الأعمال حلم القرش بيحبوا رضا جدا. قبل ما يجيبوا الهدية عملوا فيديو قالوا فيه إن العقد ده رايح لحد غالي قوي، حبيب الدنيا وحبيب الجماهير. بس فانوس شكله كان متوتر شوية، خايف الهدية ما تعجبش رضا البحراوي، بس في نفس الوقت كان عارف كويس قد إيه العقد ده مميز، وخصوصاً إنه كان مصوره قبل كده في المحل بتاعه. كان مستني اللحظة المناسبة عشان يقدمه لرضا قدام الكل في الفرح. الكل كان منتظر يشوف رد فعل رضا البحراوي لما ياخد الهدية، وأول ما شاف العقد ولبسهوله كانت الفرحة باينة عليه جداً. قعد يمسك المايك وبكل سعادة يقول أخويا حلم القرش وأخويا فانوس.